بمناسبة تاع الفوز هذا اللي كان الفوز اللي كان فوز منتظر مع لا بريباراسيون اللي درناها سبيسيال للماتش هذا لي جوار تاعنا امنوا في القدرات نتاعهم النتيجة كانت لصالحنا 21-20 وما يخفيلكمش الماتش الاول ما تنقلناش باش نلعبوا البريمي ماتش كونتر لامسيه ظروف ماليه مشاكل تاع ليكيب لعبنا مع الجي اس اس في حروش خسرنا يعني بصعوبه هذا سي دوزيام ماتش عاده تاعنا عندنا ماتش خسره ماتش غلبه احنا الساعه بريباراسيون برافو اللي جوا اللي كانوا رجال في التيران من الاخر خلاه وان شاء الله نكملوا بارك ان شاء الله يكيب مليحه اللي توفي بلادهم ومنا وجبنا الماتش ان شاء الله وان شاء الله التوفيق في ايام مقبله ان شاء الله. اولا السلام عليكم نشكركم على هذه الكلمه اللي منحتوها لنا باش نوصلوا لكافه الشعب الجزائري. اول شيء نشكر اللاعبين على هذا الاداء الجيد اللي قدموه وكانوا كرجل واحد في الميدان. رغم انه المقابله كانت جد صعيبه وكنا متاخرين في المقابله وعدنا وفزنا على امل باريكا اللي هي فريق عريق وصعب جدا يعني كما يعلم الجميع بانه باش تاخذ نقطتين من ارض فريق باريكا صعب جدا. كما شفنا اليوم مباراه صعيبه كان لابد من تدارك الامر في الدقائق الاخيره لكن التغييرات التي لم تصب في صالح الفريق وخاصة خروج بدقيقتين الذي كان مؤثر وأكمل الفريق دقيقة ونصف بعد ما كان متفوق بهدف تلقى هدفين مباغتين رغم أنه كان هناك أخطاء تحكيمية وردة الفعل دائما تكون هكذا من الجمهور ومن الإطار الفني للأمل باريكا. كنا نتوقع فوز ولما لا مواصلة الصدارة مع انطلاقة جيدة مع فوزين أوليين في أول لقاءين لكن تحتم علينا استقبال خسارة صعبة وقاسية جداً